معلمين الأعزاء، يعطيكم ألف عافية. بعد خبرة هاليومين وكثير من المعلمين أجوا ساعدناهم أو كانوا بيعرفوا أو دليناهم أو ساعدتوا بعض، يعطيكم ألف عافية على كل جهودكم الرائعة. ملخص أو فيديو سريع كيف إذا أنا بدي أعمل حصة. هلأ مباشرة إحنا لما بناخد أي مادة، أنت بتكون أصلا فاتح على صفحتك، تيجي على درس إلكتروني. الدرس الإلكتروني بتحدد اليوم والساعة اللي بدك إياها اليوم، وبتحدد الساعة اللي بتختارها، بتحدد مدة الحصة، بتحدد اللغة تاعتها، بتكتب موضوع الدرس اللي بتشوفه مناسب، وبتعمل حفظ. بهاي اللحظات اللي احنا عملنا فيها حفظ، هيها موجودة هون في الدروس الإلكترونية، هاي ودت إشعار هلا حاليا لكل طلاب هاي الشعبة اللي هم من صف الأول باء، ودت لهم إشعار كلياتهم أنه عندهم حصة، فهم من لحالهم بدخلوا وبنضموا. عشان هيك المعلم لازم يعمل هذا الإشي قبل بيوم حتى الطالب ينتبه، يعطيه إشعار ثاني يوم يكون موجود على الموعد ويدخل. لما بيعمل انضم بيعطيك شاشة الحصة، هاي الشاشة بتختار فيها الميكروفون لأنه أنت المعلم، وهون بيفتح عندك الصفحة بالكامل. هل هاي الصفحة اللي بالكامل، هاي الصفحة اللي بالكامل اللي هون بيعطينا إياها، أنت كمعلم قادر تتحكم هنا، بتختار من الأدوات اللي أنت بدك إياها، بتختار القلم، بتخربش، بتغير اللون، وبتعمل بعدين الحجم اللي بدك إياه لهذا القلم. وبنفس الوقت إذا بدك كتابة بتروح على التي، بتعمل المربع، وبتطبع من خلال الكيبورد أي إشي أنت بتشوفه مناسب. هلا اذا انت احتجت انك ترفع اي صورة، اول اشي لازم تتأكد انه الكتاب اذا PDF او الصور كلها تكون موجودة على الديسكتوب او على الجهاز اللي انت بتستخدمه. بتعمل من هون على الاكشن ابلود، ومن هذا الابلود انت بتقدر ترفع كل اشي انت بدك اياه، بتعمل له ابلود، بوخده، بتعمل له كونفيرم، بنزل لك اياه مباشرة. هلا هون مثلا انا في عندي طالب دخل، هيو عمله بيحضر، هذا الطالب بيقدر يكتب، انا هون مباشرة بعمل له لوك وبكون مسكر عليه الخط. كمان اشي لازم ننتبه واحنا بنشتغل من هون، انه احنا في عنا ستارت ريكورد، هيها مباشرة لازم اكبسها اول ما بدخل عشان يبدأ التسجيل وعشان يحفظ كل اشي، ولما بيحفظ هذا التسجيل بنلاقيها بعدين بالسجلات وين احنا بدنا اياها. هلا انا واستاذ جوني بنقدر ندخل عليكم. لاحظوا لما احنا بندخل عليكم احنا بناخذ عندنا اشاره هون زرقاء صغيره، هذا بدير انه انا مسؤول البرزنتيشن. لما انت المعلم موجود انا بقدر اعطيك البرزنتيشن، بعطيك اياه، بترجع انت بتتحكم حتى اقدر اني اساعدك. بمجرد ما نخلص لازم مباشره نعمل اند ميتنج يس حتى يطلع من الحصه بالكامل. طبعا هون انا راح احذفها حتى ما تضلش موجوده. عشان نسهل عليكم وحتى ما يصير في خربطات، احنا بكل بساطة انا والاستاذ جوني راح نصير ندخل الحصص لإلكم بالكامل دائما قبل بيوم، وحتى من فترة اسبوع لاسبوع راح نصير نجهز كل الحصص وندخلها. ما دام ما حدا اعطى اي تعليق، ما جانيش غير اي تعليقات على البرنامج سوى بعض المساعدات وحليتها كلياتهم، البرنامج راح يعتمد. غيرنا بالبرنامج، زدنا 5 دقائق بين كل حصة وحصة فقط حتى ما يصير في دمج للحصص، وبالتالي ما تتعرضوا لمشكلة انه ما عنديش وسع. كمان مرة بأكد الحصص احنا راح ندخلها انا واستاذ جوني، انتوا عليكم فقط تحضير الحصة واعطاء الحصة بحسب البرنامج المرفق. بدي ارجع أكد بعملية البرنامج. احنا في البرنامج عنا يوم الاثنين من اول لتاسع فقط الشعبة الف، يوم الاربعاء من اول لتاسع فقط الشعبة باء، يوم السبت من اول لتاسع فقط الشعبة جيم، يوم الثلاثاء ويوم الخميس للطلاب عاشر ألف وباء والحادي عشر علمي وأدبي. وبتمنى بهاي الإشي إحنا نكون عملنا من ساعدكم قدر الإمكان. طبعا ياريت، وبتمنى أنه من كل المعلمين يلتزموا بمواعيد حصصهم. شكرا لكم ويعطيكم ألف ألف عافية.